بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة تكليف سموه بتشكيل الحكومة الجديدة في الكويت. وفيما يلي نص البرقية: سمو الأخ الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإنه لا يطيب لنا أن نعبر لسموكم عن خالص تهانينا بالثقة الغالية التي أولاكم إياها حضرة صاحب السمو أخينا العزيز الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بتكليف سموكم بتشكيل الحكومة الجديدة في الكويت. ونود في هذه المناسبة أن نعرب عن خالص تمنياتنا لسموكم كل التوفيق والنجاح في تحقيق أمان وتطلعات الشعب الكويتي الشقيق نحو المزيد من التقدم والازدهار، كما أنه لا يسعدنا أن نعبر عن بالغ اعتزازنا بما تشهده العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين من تقدم وازدهار، وتطلعنا إلى مواصلة العمل سويا لترسيخ آفاق التعاون الأخوي المشترك بين بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين.